بعد الحرب، لأنه أبي وأمي أتوفوا، يعني عشت معاناة فظيعة ما حد يقدر يعيشه. طبعاً لحد أنه يضربني ويسب لي ويشتي مني فلوس حق القات، حتى أنه كان حتى لحد الطعن بيطعني. المهم أنه دائماً ضرب. تعرفت المكان هذا طبعاً بالإذاعة، يقولوا لي مالك وده، قلت لهم والله أني خرجتني من البيت وتصايحناني وأخي وهربت من البيت. قالوا ليش في معانا دار إيواء، قدموا لي يعني خدمات من أكل من شرب من لبس ودعم نفسي دعم قانوني، المهم فعلوا لي كل شيء، من تدريب من تأهيل كل شيء. استفدت بصراحة كثير. كان أول حاجة لما دخلت تدريب معانا صوف، معانا خياطة، بس أنا تمكنت كل الدورات، بس بالصوف أتمكنت أكثر. والآن الحمد لله يعني اشتغل الصوف، أبيع من الصوف، يعني أقيم عيشي بيدي الحمد لله. فين كنت وفين أصبحت؟